القذافي أساء إلى المغرب بدعمه للبوليزاريو أو بتأسيسه للبوليزاريو هي بيضة لا نعرف من باضها، ولكن القذافي كان من الذين تبنوها حتى فقست ووصلت إلى ما هي إليه. هذه واحدة. الثانية، سأقوم بمقارنة بين القذافي وبين الجزائر فيما يخص البوليزاريو. سأقوم بمقارنة من ناحيتين. الناحية الأولى، هل خص القذافي هذا العداء بالمغرب فقط؟ وهل خصت الجزائر هذا العداء للمغرب فقط؟ القذافي دعم البوليزاريو فقط؟ لا، القذافي كان محبوسا بهذا النوع من الحركات، كان مصابا بعدوى القومية وإسقاط الملكيات، كان يدعم الجيش الرواندي، كان يدعم البلاك آرمي في أمريكا، كان يدعم الشرعية في رواندا، دعم إيران، دعم الانفصاليين في السودان، دعم كل هذه الجماعات التي تدعي أنها تطالب بالحريات. أحقية دعمه لتلك الجماعات من غيرها هذا ليس موضوعنا يناقش مرة أخرى، أنا أقصد البوليزاريو الآن بالذات. إذن القذافي كان مهووسا، كانت هوايته هذه التحركات، ولم يخص المغرب وحدها بالعداء، مع أنه كما قلنا قد أساء للمغرب، هذه اتفقنا فيها. هل دعمت الجزائر حركة من الحركات الشبيهة بالبوليزاريو حول العالم؟ لم يفعلوا ذلك إلا مع المغرب فقط. هذه واحدة. النقطة الثانية، أن القذافي قد تراجع عما يقوم به، وحصلت هناك تقاطعات سياسية بينه وبين المغرب، وحدث الصلح بينهما. ما أريد أن أتكلم عنه هو محركات دعم هذه الجماعة. دعم هذه الجماعة ذنب وإساءة، لكن محركات ودوافع هذا الدعم، هل هو كراهية المغرب والشعب المغربي أم هو أمور سياسية؟ بالنسبة للقذافي أثبت الزمن أن الأمر أمر سياسي. لما ذكرت؟ لأنه دعم غيرها. النقطة الثانية، لأنه وصل إلى نقطة الصلح في هذا الموضوع، فلو كان الأمر أكبر من ذلك لما تصالح مع ملك المغرب أبدا. النقطة الثالثة، القذافي لم يؤلبنا على المغاربة أبدا، وأنا أتحدى أي شخص يثبت لي أن القذافي كان يشحن عقول الليبيين أو يؤيدهم على كراهة المغاربة أو يمنع دخول المغاربة إلى ليبيا أو تمت الإساءة لمغاربة في ليبيا. هذا لم يحصل أبدا، على غرار ما حصل في الجزائر، يكادون يدرسون أبناءهم في المناهج على كراهة المغرب. إذن دوافع القذافي دوافع سياسية لما ذكرت، وانتهت بالصلح عندما تقاطعت المصالح، كما أن القذافي دعم البوليزاريو كردة فعل، لأن الجميع يذكر نصف الحقيقة فقط، لكن الحقيقة كاملة أن هناك نقيبا في الجيش الليبي شارك مع القذافي في الانقلاب ضد الملك، وهو عمر المحيشي رحمه الله تعالى، حاول الانقلاب على القذافي، قبض القذافي عليه، سجنه لمدة سنتين تقريبا، هرب من السجن إلى تونس ثم إلى مصر، كان فيها السادات، فعندما مات السادات، وانت تعرف أن السادات على خلاف مع القذافي، كان المحيشي لو سمحت إيش اسمه؟ عمر المحيشي. عمر المحيشي، ميم حاء ياء شين ياء. أوكي، هذا مغربي، هذا مغربي يعني من ضمن من حاول الانقلاب على القذافي. لا، هذا ليبي. نعم، هو رفيق القذافي اصلا، هو كان صديقه المقرب، صديقه الصدوق، حاول الانقلاب على القذافي فسجنه القذافي، ثم هرب بطريقة او باخرى الى تونس، ثم الى مصر، وانت تعرف ان السادات كان على خلاف مع القذافي، فكانت مصر ملجأ امنا له، ثم انتقل الى المغرب وتم تسليمه بطريقة غريبة. هناك رواية مشهورة على هذا الشخص اسمها الرحلة الحزينة، هو ركب الطائرة من المغرب. القذافي
نعم دعني فقط أكمل وأوضح لك. ركب الطائرة من المغرب متجها إلى السعودية، فجأة الطائرة نزلت في مطار سرت، نزل من السلم فوجد القذافي واقفا في هذه النقطة. الليبيون الذين يعارضون القذافي في ذلك الزمن يعتبرون أن المغرب قد خذلتهم، وأنا أقولها وأتخالف مع المغاربة، ومتأكد أني سأذهب إلى الخاص ولن أجد لا سبا ولا شتاما ولا طعنا ولا لعانا. من سيخالفني سيخالفني الآن أو في لايف آخر أو ما إلى ذلك. المعارضون للقذافي في تلك الفترة كانوا يرون في المحاشي سببا من أسباب خلاصهم، هرب إلى المغرب، حاول إنشاء معارضة أو ما إلى ذلك، تم تسليمه للقذافي في صفقة واضحة مقابل إيقاف دعمه للبوليزاريو. أوقف القذافي دعمه للبوليزاريو، حدثت المصالحة، حدثت اجتماع وجدة سنة 1984، ذهب القذافي إلى المغرب وتصالحوا وقضي الأمر. الجزائر لو كان خلافا سياسيا لكانوا قد وصلوا إلى مصالحة مهما طال الزمن، لكن يبدو أن الخلاف ليس خلافا سياسيا وليس صراع حدود، إنما هو صراع وجود. والزمن أثبت أن الحكومة الجزائرية خنجر تريد به فرنسا القضاء على المغرب بأي طريقة، فتوارثوا هذا العداء كابرا عن كابر، راية سلمها بنبلة لمن بعده. حتى الرئيس الوحيد الذي حاول حلحلة الموضوع وهو أبو ضياف تم اغتياله جهارا نهارا، واستلموا راية العداء إلى يومنا هذا. جيد، شكرا لك. دعني أنا أترك المجال للآخرين أيضا يناقشوك، أنا لدي الكثير بس الضيوف عندك كلهم يريدون أن يتناقشون. أنا عندي نقطة بسيطة جدا على المحيشي، أظن لماذا لم تذكر أخي الكريم